دكتور طلال، وأنت نصير المرأة والعديد من متابعاتي على السوشيال ميديا مهتمين جدا بمقابلتك. احكي لنا عن دور المرأة في حياتك. حابة أغوص في حياتك الشخصية الخاصة. قل لي عن دور الأم، الزوجة، الحبيبة، الإبنة والصديقة ودورهم في حياة طلال أبو غزالة. أنا أمي الله عندما قلت في هنالك مؤلفة كاتبة كتبت قصتي للأطفال وبلغة الأطفال وأسمتها، قال شو بتحب تسمي القصة؟ قلت لهم طلال ابن أديبة. والآن قرر وزير التعليم والتربية في الأردن وفي دول أخرى أن تدرس في المدارس كقصة. أمي كانت لي علاقة غرام معها غير عادية. بالنسبة للزواج، أنا اليوم في عيد زواجي 54 سنة. ما شاء الله، العمر كله يا سيدي، العمر كله. في بناتي نفس الشيء، علاقتي مع بناتي في المؤسسة، الرجل الثاني في المؤسسة هو امرأة، يعني نائب رئيس المجموعة هو سيدة. أنا أحب المرأة، والحب أقوى سلاح في الدنيا، والحب أكبر مرض معدي. لا يمكن أن أحبك وتكرهيني. يمكن حضرتك سبقتني بالكلام وحكيت أنه نائبة رئيس المجموعة هي سيدة، في دلالة على اهتمامك بالمرأة في المجموعة. نسبة إسهام المرأة في مجموعة طلال أبو غزالة أكثر من 60% من أفراد المجموعة سيدات. هل المرأة هي من يضع السقف لطموحها أم المجتمع هو من يقمع؟ المرأة، أنا أتألم عندما تلتقي السيدات ويتكلموا عن تمكين المرأة وأنه على الرجل أن يعطيها الفرصة. مين ليش على الرجل؟ أنت تفرضي دورك. المرأة أفضل من الرجل، أفضل من الرجل لأنها أكثر قدرة على احتمال الألم والوجع، في وجع أكثر من الولادة. المرأة أكثر صدقا وعاطفية وإخلاصا من الرجل، وأنا بحكي أنا رجل، بس المرأة مخلصة أكثر من الرجل. المرأة عندها الشعور الإنساني الذي هو يجب أن يكون أساس في تصرفاتنا. وأنا أكثر كلمة بكرهها بالدنيا اللي بقول لك أنا براغماتي عندي عملي، لا، يجب أن يكون هنالك خلق ومبادئ في التصرفات، والمرأة أكثر قدرة على ذلك.